هنا أنا بتكلم على شيء مهم جدا. الدولة كانت محتاجة إنها تدبر سيولة مالية كبيرة عشان تتعامل مع التراكم المتأخرات اللي كانت موجودة، وإن إزاي نضمن من خلال السيولة اللي موجودة نعمل توحيد لسعر الصرف. أي اقتصاد في العالم ما ينفعش إن هو يشتغل على سعرين للصرف أو سعرين للعملة، ولأن للأسف مع طول أمد المشكلة ابتدت تتكون لدينا قناعة كمواطن وكتاجر وكصانع إن الدولار ما أصبحش يعني مجرد وسيلة إن أنا أدبر بها العملة، ده هو نفسه أصبح سلعة ويتم المتاجرة بيها. وإحنا كنا عارفين إن دي كانت مشكلة كبيرة جدا وكنا شغالين عليها زي ما بقول لحضراتكم. النهاردة الحمد لله بالإجراءات اللي تمت من خلال توفير سيولة كبيرة جدا للدولة المصرية، من خلال الإجراءات اللي تمت ما بين الحكومة والبنك المركزي أمس وأعلن عنها المحافظ بمنتهى الوضوح في مؤتمر الصحفي أمس، الدولة المصرية النهاردة لدينا الإطمئنان والثقة، وأنا بكررها لدينا الإطمئنان والثقة لتدبير العملات أو العملة الحرة المطلوبة لدفع عجلة الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة كلها. وأنا بأكد على هذه النقطة، الحمد لله من خلال الاستثمارات الضخمة اللي دخلت، الاتفاق اللي تم الإعلان عنه مع صندوق النقد الدولي أمس اللي هي بباكج حضراتكم سمعتوها 8+1.2 يعني بإجمالي 9.2 مليار، غير الصفقة الحمد لله اللي تمت قبلها ب 35 مليار، غير إن يعني توقيع الاتفاق اللي مع الصندوق بيضمن لنا أيضا إن عدد من شركاء التنمية الآخرين زي البنك الدولي ومؤسسات دولية أخرى والاتحاد الأوروبي هيحطوا أيضا مبالغ لمساعدة ودعم مصر في خلال الفترة القليلة جدا القادمة وحيتم الإعلان عنها. بالإضافة إلى ذلك، وأنا حابب أن أنا أكد هذا الموضوع، تعظيم الاستفادة من أصول الدولة مستمر، والدولة منفتحة وبتشتغل وبتخطط لصفقات كبيرة أخرى إن شاء الله للفترة الجاية، كل ده علشان ندبر السيولة المادية اللي تضمن بصورة نهائية القضاء على الأزمة الخانقة اللي كنا بنعاني منها في موضوع العملة الصعبة، ونضمن توافر هذه العملات من خلال الاستثمار ومن خلال أيضا التصرف في الأصول وحسن استغلال الأصول المملوكة للدولة.